وشاب نشأ في عبادة الله. خطبة لأخينا الفاضل علي بن غانم الصبري حفظه الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيها الناس، كنا قد تطرقنا في خطبة ماضية إلى نوع من أنواع أولئك السبعة الأصناف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكنا قد تكلمنا عن الإمام العادل وعن العدل، ألا وإنا سنتكلم اليوم بإذن الله عن النوع الثاني من ضمن من يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ألا وهو الشاب الذي نشأ في طاعة الله عز وجل. وسن الشباب أيها الناس يبتدئ من 15 إلى سن 30، فهذا يقال له سن الشباب. وما أجمل يوم أن يكون الشاب قد جمع بين تقوى الله والخوف من الله تبارك وتعالى
ومراقبة الله في السر والعلن، ويوم أن يضف إلى جماله الظاهر الجمال الباطن، فيعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى. فشاب هذا حاله هو داخل تحت ذلك الحديث، وتبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل. يا أيها الناس، ذكر الله تبارك وتعالى قصة أصحاب الكهف، وفي ضمن تلك القصة العظيمة التي هي آيات من آيات الله، آية من آيات الله تبارك وتعالى، جماعة من الشباب صغار السن خالفوا قومهم وما عليه قومهم من الباطل والشرك والكفر وعبادة غير الله تبارك وتعالى، ألهمهم الله التوحيد، وفقهم الله لعبادة الله وحده سبحانه لا شريك له، ومع ذلك اعتزلوا قومهم وفارقوا قومهم ولجعوا إلى مغارة في الجبل وعبدوا الله هناك، وفروا بدينهم خوفا من الوقوع في الفتنة والشرك والكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. قال الله عنهم مبينا حداثة سنهم وأنهم في سن الشباب، إنهم فتية، أي إنهم شباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إلى أن قال الله نحن نقص عليك أي يا محمد، نحن نذكر لك قصتهم كاملة، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. جعل الله نومهم ذلك النوم العميق في تلك المغارة والكهف الجبل 309 سنوات، وهم يغطون في سباك عميق حتى ما أيقظهم الله ولا صحوا من نومهم إلا وقد تغير العالم تماما، ووجدوا قوما غير قومهم، وعملة غير العملة التي كانوا يتداولونها. إذن فهؤلاء شباب يذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن على سبيل الإيجاب والتخليد لهم عليهم السلام. ورب العالمين سبحانه وتعالى يذكر لنا قصة نبي من أنبياء الله الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ذلك النبي الكريم الذي أعطاه الله شطر الحسن، فالخلق كلهم في هذه الدنيا أعطوا من الجمال نصفا، والنصف الباقي والآخر أعطيه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذاك النبي الكريم الذي عاش ابتلاء عظيما، فأول أمره في حال فتوته وصغر سنه إذ ابتلي من أقرب الناس له إخوته، رموه في غيابة الجب، رموه في غيابة الجب وفي قعر بئر من الآبار، ثم أخرج وبيع بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. نبي من أنبياء الله يرمى في بئر من الآبار، ثم يباع بعد ذلك عبدا وخادم عليه الصلاة والسلام ببضعة دراهم وكانوا فيه من الزاهدين. هذا ابتلاء، ثم يبتلى بابتلاء آخر أعظم من ذلك كله، عاش عليه السلام في بيت عزيز مصر وفي بيت وزير مصر خادما لعزيز مصر ووزيرها، عاش هناك وتربى وترعرع، وكما يقال عاش عيشة عظيمة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان شديد الجمال، لم تستطع امرأة العزيز أن تقف أمام جمال يوسف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما راودته عن نفسها وقد رأت من جماله الظاهر ما أذهب لبها وشغفها حبا بيوسف عليه السلام، لكن خفي عليها جمال آخر، جمال الباطن، جمال الخوف من الله، جمال تقوى الله تبارك وتعالى. قال الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيث لك، وقالت هيث لك، إذا توافرت دواعي الوقوع في الفاحشة كلها. فيوسف عليه السلام شاب
والشاب لا يملك نفسه إلا من رحم الله، ومع ذلك كانت هي التي تدعوه وهي المطالبة، هو المطلوب للطالب عليه الصلاة والسلام، وهو غريب والغريب يفعل ما لا يستحي منه إلا ما ندم. وهكذا المكان آمن وقد تبدت له في أجمل ملبوس وتجملت مكانت في أجمل صورة امرأة، وهو مع ذلك في مأمن من الوقف مأمن، وهي تقول له وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله أعوذ بالله، أليس جئت إلى الله تبارك وتعالى أن أقع في الفاحشة أو في الزنا؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ثم حصل العراق والمشادة والمطاردة، فنبي الله يوسف يفر منها وهي تطارده عليه الصلاة والسلام. أرأيت شابا يصل إلى هذا الحد، إلى هذا الحد وقد عصم الله نبيه عليه السلام من الوقوع في الفاحشة، فهي تطارده وتطلبه وهو يتمنع منها ويهرب منها. قال الله واستبق الباب، أي مسابقة إلى الباب، هو يريد الخروج والهروب وهي تطارده تريد أن تمسك به، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، بما أنه قد انطلق الأول وهي من خلفه، أدركته من ورائه فمزقت ثيابه من خلفه عليه السلام، وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. هنا وجد سيدها وعزيز مصر أي زوجها قد ولد الباب ليدخل، إذا به يجد يوسف الأول وامرأته من خلفه. عندها كانت المرأة صاحبة كيد وأترى حجة، قالت وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ هي الآن هي المطالبة وهي التي تريد منه الوقوع في الفاحشة، وأمام زوجها هي صاحبة الدعوة وهي المتهمة ليوسف عليه السلام وهو البريء، وفوق ذلك وأعظم من ذلك هي التي تصدر الحكم، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ثم حكمت إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال وإذا برب العالمين سبحانه وتعالى يبرر يوسف، قال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي، يريد أن يعتذر، يريد أن يظهر حجته عليه الصلاة والسلام. الموقف موقف ريبة، والرجل زوجها قد دخل وهي الآن تتهمه، وقطعا إذا حصل هذا من رجل سيصدق امرأته بلا شك، وسيظن أن ذلك الرجل أراد أن يعتدي عليه في عقر داره وبداخل فراشه. عند ذلك قال هي راودتني عن نفسي، قال الله وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، قطع من الأمام ومزق قميص يوسف من أمامه فصدقت وهو من الكاذبين، لأنها الآن إن مزقت ثيابه من أمامه هي تدافع عن نفسها، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، أي فر منها وهي تريدها أن يقع فيها فكذبت وهو من الصادقين. عند ذلك إذا بزوج امرأة، إذا بعزيز مصر وزوج تلك المرأة، قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم جعل يتودد ليوسف عليه السلام وقد اتضح لعزيز مصر أن يوسف بريء عليه السلام، كما كان الذئب بريئا من دم يوسف عليه السلام. يوسف أعرض عن هذا، لا تبالي يا يوسف بهذا الأمر ولا بما قالت فيه، أنت بريء، أنت عندي صاحب مكانة وأنت رجل عزيز. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، عرف أنها كانت تريد من يوسف أن يقع في الفاحشة، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، إنك كنت من الخاطئين. وهنا انتهى الأمر تماما، انتهى الأمر تماما بعد أن جعل الرجل يعاتب امرأته ويؤنب زوجته ويقرها على ما وقعت فيه أو يقرر عليها أنها أرادت أن تقع في الفاحشة ويعتذر ليوسف، لكن شاع الخبر في بلاد مصر وانتشر الأمر في أرجاء مصر، وإذا بالنسوة في بلاد مصر نساء الوزراء والكبراء والأمراء وصواحب تلك المرأة يتهامسن ويتغامزن عن امرأة العزيز، تراود فتاها عن نفسه
عزم عليها الرجال وانتهى الرجال إلا الفتى والخادم الغلام الذي يشتغل عندها. هناك من هو أعلى مكانة ومنزلة وجاه ومنصب وجمالا، لماذا لم تذهب إليهم؟ هذا لسان حالهم. قال الله تبارك وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ظلال مبين. فلما سمعت بمكرهن بكلامهن، سمعت بهذه المهامسات بين نسوة الوزراء والأمراء، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، حصلت العزومة كما يقال، فهي تستدعيهن لضيف أن تضيفهن. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، جهزت المجالس والمراتب والمكان اللاتي أو اللاذي تستضيفهن فيه. أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، وكانت امرأة حاذقة ذكية، وآتت كل واحدة منهن سكينا. قال بعض المفسرين: أعطتهن البصيخ أو الأسرج أو كل ما يقطع بالسكاكين، وقالت اخرج عليهن. إذن النسوة كل واحدة أخذت مكانها في مجلس امرأة العزيز، كل واحدة أخذت مكانها والسكين بيدها تقطع ما تأكله في حال نقاشهن وكلامهن. ثم أمرت وطلبت من يوسف عليه السلام أن يخرج، وقالت اخرج عليهم. قال الله: فلما رأينه أكبرنه. استعظمنا جمال يوسف عليه السلام، ما صدقنا أنه بهذا الجمال. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا: حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. إذن حصل ما حصل، وهن يستغربن شدة جمال يوسف عليه السلام، والواحدة منهن بدلا من أن تقطع الفاكهة التي في يدها قطعت يدها من غير عمد، من غير شعور، لشدة جمال ولذها لهن بجمال يوسف عليه السلام. حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. ثم جعلت تعتذر وتبين لهن، قالت: فذلكن الذي لمسنني فيه، هذا الذي لمسنني فيه وتكلمتن عليه، ما استطعت أن أطير أن أرى ذلك الجمال أو أتحمل أن يكون يوسف قريبا مني مع جماله الآخذ باللب والذي يأثر العقل ويجلب القلب، ما استطعت أن أتحمل ولا أن أصبر لشدة جمال يوسف عليه السلام. فذلكن الذي لمسنني فيه، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكونن من الصاغرين. قال يوسف كما قال الله عنه: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تمنى السجن على أن يقع في الفاحشة. يا رجال، القليل من وفقه الله من يقف في مثل ذلك الموقف، من ينجيه الله تبارك وتعالى في مثل ذلك الموقف. لا تكاد تجزم أن 99%، وإن ذكر 99% لكنت صادقا في ذلك، أن القليل من الشباب من ينجيه الله، من يثبته الله في مثل ذلك الموقف. المرأة جميلة شديدة الجمال، اللبس قد حصل، التزين قد حصل، هي الطالبة للمطلوبة، هي الداعية للمدعوة، المكان آمن، هي زوجة أمير مصر، والأمن قد حصل، كل ما يخاف الرجل قد اطمأن في قبله. ومع ذلك يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وهنا يقول: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. قال الله: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. هذا شاب من الشباب الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، نبي من أنبياء الله عصمه الله تبارك وتعالى من الوقوع في الفاحشة، الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه وعلى أبيه وجده ونبينا وجميع النبيين الصلاة والسلام. أيها الناس، ألا وإن من أولئك الفتح والشباب من جرد نفسه لتوحيد الله رب العالمين وحارب الشرك وحطم الأوثان، إمام الملة الحنيفية أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام،
كان والده آزر يصنع الأصنام ويبيعها لقومه، وإبراهيم عليه السلام قد وقر الإيمان في قلبه عليه الصلاة والسلام، وهو ينكر ما عليه قومه من الشرك وعبادة غير الله والالتجاء إلى الأصنام والأوثان التي لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا لا عن نفسها ولا عن غيرها. ومع ذلك نبي الله إبراهيم يتوعد أصنامهم وآلهتهم بالتكفير حتى خرجوا في يوم عيد لهم فجاء إلى أصنامهم كما قال الله عنه: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال الله: فجعلهم جزازا، أي كسرهم وقطعهم قطعا قطعا، فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. إن كان لهم أقول، إن كانوا يفقهون ويفهمون سيرجعوا إلى أن يعودوا إلى ذلك الصنم الكبير. لماذا لم يحمي تلك الأصنام الصغيرة؟ لماذا لم يدافع عنها؟ لماذا لم يحطها بنصحه وعنايته ورعايته؟ إن كان حقا إلها يدعى من دون الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى، أي شاب، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. الآيات إلى آخرها. فالشاهد من ذلك قول الله عنهم: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فحطم أصنامهم وسفه آلهتهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، روى الإمام الترمذي في سنن بسند صححه الألباني عليه رحمة الله، جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فجعل العمر إجمالا وتفصيلا، فيه العموم والخصوص، عن عمره فيما أفناه، ثم خص ذلك بالشباب وعن شبابه فيما أبلاه. فسن الشباب ومرحلة الشباب هي مرحلة القوة والنشاط والحيوية. من لم يصلي اليوم في سن شبابه فمتى سيصلي يا شباب المسلمين؟ كان بعض السلف يمر على بعض الشباب وهم يلعبون فيقول لهم: يا شباب، إن لم تصلوا اليوم فمتى ستصلون؟ ورحم الله حفصة بنت سيرين يوم أن قالت: يا معشر الشباب، اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب هو القوة، فإن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما ملأته في أوله، والأشجار لا تؤتي الثمار إلا في حال شبابها، أما إذا كبرت فلا يستفاد منها إلا الحطب والأخشاب. فيا أيها الشاب، رعاك الله، إن لم تتب إلى الله اليوم، إن لم ترجع إلى الله اليوم، إن لم تعرف الله تبارك وتعالى وتحافظ على الصلاة وتكن ممن يعرف حق الله تبارك وتعالى بتوحيد ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فمتى ستعرف الله تبارك وتعالى؟ يا أيها الناس، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. فكم من شاب يقال عنه طيب وأخلاقه جميلة وأخلاقه طيبة وهو مؤدب، فمن كان مؤدبا مع الخلق ليس مؤدبا مع الله ما تأدب أبدا. ألا وإن من الأدب مع الله أن يعظم أمر الله تبارك وتعالى، وأن يحافظ على أوامر الله،
وأن يبتعد وتجتنب نواهيه سبحانه وتعالى. فليس من المعقول أن يقال فلان مؤدب مع الناس غير مؤدب مع الله، يسمع المؤذن يؤذن حي على الصلاة فلا يقبل، هذا ليس من الأدب لا في قليل ولا في كثير. ما عرف حق الله وما شكر نعم الله عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فيا معشر الشباب، أنتم مسؤولون عن شبابكم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر فيه وشبابك قبل هرمك، اغتنم شبابك قبل كبر سنك. اليوم أنت في حال قوة الشباب وعنفوان الشباب، غدا يبدأ المشيب على الرأس، وبعد ذلك ينحنى الظهر، وبعد ذلك يضعف البصر، وبعد ذلك ترتخي الأعضاء، وبعد ذلك تصير العصارج لن ثالثة لك، فمتى تترجع إلى الله تبارك وتعالى؟ ولذا جاء في حديث ضعفه الألباني كما في سلسلة الضعيفة وفي ضعيف الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عقبة بن عامر: إن ربك عز وجل ليعجب للشاب لا صبوة له، وإن كان ضعيف لكننا نستشهد به. ومع ذلك يقول إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له، أي ما عنده ميل للهوى ولا للوقوع في الفاحشة، فهذا شاب وفقه الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، ضرب لنا الصحابة الكرام أروع الأمثلة في الشاب الصالح، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي، يعني زوجه أبوه، أنكحني أبي امرأة ذات حسب، امرأة نسبها رفيع من قوم كبار، من قوم لهم منزلة في دينهم وأخلاقهم وأمانتهم. أنكحني أبي امرأة ذات حسب، ذات حسب، وكان يتعاهد سنته. أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه يتعاهد زوجة ابنه عبد الله، يزورها كل يوم في ثلاثة أيام وفي الأسبوع يزور زوجة ابنه: كيف أنت، كيف حالك؟ قال: وكان يتعاهد سنته فيسألها عن بعلها، عن زوجها ابنه عبد الله، كيف عبد الله؟ فتقول زوجة ابنه: تقول نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله، لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. الرجل عريس، الرجل في سن الشباب، زوجه أبوه بامرأة جميلة من حسب الرفيع، ومع ذلك لا يبالي بها، لم يطع لها فراشا ولم يفتش لها، ولم يفتش لها ملابس رضي الله عنه، لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. فثقل ذلك على عمرو، فشتمه إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: القني به. جاءه بابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عبد الله، في كم تصوم؟ قال: يا رسول الله، أصوم في كل يوم. قال: وفي كم تقرأ؟ قال: أقرأ في كل ليلة، النهار صيام والليل يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة. قال: يا عبد الله، صم في كل شهر ثلاثة أيام واقرأ القرآن في كل شهر، يعني في الليلة الواحدة جزء واحد يكفيك. قال: قلت: يا رسول الله، أطيق أكثر من ذلك. وفي لفظ عند النسائي في خارج البخاري أن عبد الله قال: يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فهو يريد أن يستغل شبابه في طاعة الله، وأن يستغل قوته فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. ألا وإن هناك نماذج من أعمال الصحابة وهم شباب رضي الله عنهم. فيا أيها الناس، هل ذهب عن شباب المسلمين القدوة الصالحة؟ الله يقول عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو لنا القدوة والأسوة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، كما الحال بالنسبة للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فهم لنا أسوة وقدوة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. تعال إلى شبابنا اليوم، من قدوتك؟ سيقول لك: ميسي لاعب كرة القدم، سيقول لك الآخر في ريال مدريد، وسيقول لك الآخر المغني الفلاني، المطرب الفلانية، النجم الفلانية، والنجم الفلاني. هؤلاء قدوات لشبابنا عياذا بالله تبارك وتعالى.
ذهب من قاموسهم ومصطلحاتهم أن يكون القدوة محمد بن عبد الله، أن يكون القدوة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وطلحة وخالد وسعد وسعيد، ذهب القدوة أن يكون أولئك الرجال أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فهل ذهب عنا القدوة حتى نقتدي باليهود والنصارى ونحبهم والمرء يبعث يوم القيامة مع من أحب ويحشر الرجل يوم القيامة مع من أحب عيالا من الله تبارك وتعالى، فأنت مع من أحببت يوم القيامة إن كنت ممن يحب محمدا عليه الصلاة والسلام ويحب الصحابة الكرام عشرت معهم بإذن الله رب العالمين، وإن كنت ممن يحب الطرف الآخر عشرت معهم أعاذني الله وإياك من ذلك كله. يا أيها الناس ما حال شبابنا؟ ذهب القدوة وذهب الخوف من الله تبارك وتعالى. ذكر أنه في أيام احتلال الأندلس على يد الصليبيين ولم يبق مع الأندلس إلا غرناطة والقصر والمدينة الحمراء والقصر الأحمر، بقي أن يحتلوها وأن يغزوها، ذهب أو أرسل الصليبيون جاسوسا من قبلهم إلى أرض المسلمين وبلاد المسلمين لينظروا كيف استعداد المسلمين لمقاومة غزو الصليبيين من اليهود والنصارى. فإذا بذلك الجاسوس يمر على شاب من شباب المسلمين وهو يبكي، قال له ما يبكيك يا بني؟ ما يبكيك؟ قال لقد أردت أن أصطاد بسهم هذا 20 سهما فأصبت في 18 سهما وأخطأت في سهمين وأنا أبكي لذلك خشية أن يجيء الأعداء أو أن يهجموا علينا فلا أستطيع أن أدافع عن بلاد المسلمين. ثم رجع الصليبي الجاسوس إلى قومه فقال لا مجال لكم لغزو المسلمين فهم يستعدون لقتالكم. ثم بعد فترة ودارت الأيام وتغيرت الأجيال حتى أرسل الصليبيون رسولا وجاسوسا منهم مر على شاب من شباب المسلمين يبكي، قال له ما يبكي؟ قال أبكي على فراق حبيبتي. سبحان الله، هكذا الهمم العالية التي تصل ببعض الشباب إلى هذا الحد أن يبكي على شيء تافه، لا يبكي على عز الإسلام ولا نصر المسلمين، لا يبكي على أنه ليس ممن يخاف الله تبارك وتعالى، لا يبكي على أنه يريد أن يكون من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله. أيها الناس، من أولئك الشباب الأخيار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، نام ليلة الهجرة على الفراش وهو يعلم أن من في الباب وخارج الباب لا يريدون إلا رأس النائم على الفراش، فنام وضحى في سبيل نصرة هذا الدين رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنه يوم أن قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما عند ابي نعيم وعند غيره، قال له يا علي الا يرضيك ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. ورضي الله عنه يوم ان قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الجنه لتشتاق الى 3 علي وعمار وسلمان والحسن والحسين سادات شباب اهل الجنه رضي الله عنهما كما رضي الله عن الصحابه اجمعين. وهكذا حال كثير من الصحابة الكرام، أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنه وعن أبيه يؤمره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على جيش يخرجه لغزو الروم وتحت إمرة أسامة وتحت قيادة أسامة المعممون من كبار المهاجرين والأنصار، وأسامة لم يبلغ من العمر سوى 20 عاما رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان سنهم وهكذا كانت هممهم العالية رضي الله عنهم. في بدر يتسابق الشباب من الصحابة على القتال في سبيل الله، فيردهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيثبتون جدارتهم بالمصارعة بينهم والمبارزة بينهم رضي الله عنهم. وفي أحد يقتل مصعب بن عمير، وما أدراك ما مصعب بن عمير؟ يأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناته أسيد بن حضير الذي تنزلت الملائكة لتلاوته القرآن، يأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناته سعد بن معاذ الذي اهتز لعرشه موت الرحمن، يأتي يوم القيامة مصعب بن عمير وفي ميزان حسناته الأنصار بأوسها وخزرجها، لأنه كان أول من بعثه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إلى المدينة ليدعو إلى الله ويعلم الأنصار دين الله تبارك وتعالى. يوم بدر كان هو حامل اللواء، وفي أحد قتل واللواء بين يديه رضي الله عنه مات وهو في سن الشباب رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كثير من خيار الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه
حفظهم. يا أيها الناس، عمر بن عبد العزيز رحمه الله حفظ القرآن وهو فتى صغير، شاب صغير، بكى يوما وأمه بجواره قالت له: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا أمه، ذكرت الموت، ذكرت الموت يا أمه. محمد بن المنكدر تعبد وهو غلام صغير. وهكذا الإمام النووي عليه رحمة الله ذكر في ترجمته أن الصبيان كانوا يكرهونه على اللعب منهم معهم، فيهرب منهم ثم يبكي وهو يقرأ القرآن. هذه حياته في صغره، فكيف كانت حياته في كبره رحمه الله. الإمام الشافعي ملأ أطباق الأرض علما، جلس للإفتاء وعمره لم يتجاوز 21 عاما رحمه الله. عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أما قومه وصلى بهم إماما وعمره 7 سنوات لأنه جمع القرآن. عبد الله بن الزبير المحنك بريق النبوة، من مثله؟ نشأ بين الزبير وأسماء والصديق وعائشة، فنسل رفيع ونسب شريف رضي الله عن الجميع. يأتي وعمره 7 سنوات ليبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمره بذلك أبوه الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال له: انطلق فبايع رسول الله. جعله طفل صغير عمره 7 سنوات يريد المبايعة، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وتبسم لما رأى، ثم بايع عبد الله بن الزبير رحمه الله رضي الله عنه. يشهد فتح أفريقية في خلافة عثمان، بل هو الذي يتولى قتل ملك أفريقية الصليبي بيده رضي الله عنه وأرضاه. أيها الناس، المجال لا يتسع للكلام عن هذا الأمر العظيم، ألا وهو شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. فلنحرص جميعا يا شباب الإسلام على أن ننشأ في طاعة الله وعبادة الله رب العالمين سبحانه، ليحرص الآباء على تربية أولادهم وأبنائهم التربية الصحيحة السليمة التي تعتمد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فهم سلف الأمة، لا أن يكون من أصحاب الأفكار المنحرفة. فكم من شباب أراد أن يتقرب إلى الله وأن يكون ممن يضلهم الله، فقتل النفس التي حرم الله عن طريق العمد لا عن طريق الخطأ. كم من شاب مسح عقله وغرر به ففجر نفسه ولبس الحزام النافذ والسيارة المفخخة وذهب ليقتل الأنفس البريئة، ومن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو يظن أنه يمشي بتلك الخطوات إلى الجنة، وما عرف أنه يمشي بها خطوات إلى النار، لأنه قتل من قال لا إله إلا الله. ألا وإن هناك شبابا ينبغي على الآباء أن ينتبهوا لأولئك الشباب الذين لابد أن يتربوا على محبة كتاب الله وسنة رسول الله ومحبة صحابة رسول الله وأمهات المؤمنين. فهناك شباب يتربوا على سب الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين، لا سيما من قبل تلك الفرقة الحوثية الذين يعودون أبناءهم أو أصحابهم أو من يعلمونهم على سب الصحابة، ويتلقون ذلك الفكر من قبل إيران عياذا بالله تبارك وتعالى. فهذا طريق ليس من طرق من يريدون أن يستظلون أو ممن يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه يوم أن سب الصحابة سب من قال الله لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله يترضى عنهم وأنت تسبهم. يوم أن طعن في أمهات المؤمنين وهن أم لكل مسلم على وجه الأرض، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأخطأ الطريق وجانب الصواب وأخطأ خطأ فادحا من سار على تلك الطرق المنحرفة عياذا بالله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور ودعاء متقبل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية.